النهارده مشاهدينا 9 اكتوبر، اليوم ده بيوافق ذكرى ميلاد احد ابرز الكتاب والمفكرين في مصر والعالم العربي، وهو الكاتب والاديب الراحل توفيق الحكيم. اسهامات عديده قدمها الاديب الراحل للمكتبه العربيه تنوعت بين المسرح والروايه والقصه القصيره، ده الى جانب مؤلفاته الفكريه وكمان الفلسفيه. تعالوا نعرف تفاصيل اكتر عن رحله الاديب الراحل توفيق الحكيم في سياق العرض التالي.